إليكم اليوم أخطر 10 كتب شيطانية. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ نايكرونوميكون، كتاب ملعون ومرعب، يترجم عنوانه إلى صورة لسيد الأموات، ويوصف بأنه مرتبط بجلد الإنسان. في البداية كان نايكرونوميكون خياليا تماما، وجد فقط في أعمال كاتب الرعب إتش بي لوفكرافت، ولكن مع نمو سمعته السيئة جذبت اهتمام الناشرين في الحياة الواقعية، وقرروا إنتاج نسخ مادية منه، والتي اتخذت الآن أشكالا متنوعة، بما في ذلك كتابا مخيفا بارز المعالم. هذه النسخة المادية من النيكرونوميكون تحتوي على العديد من التلميحات للوفكرافت، وتظهر بشكل بارز مخلوقه الخيالي كاثولو. اكتسب هذا الكتاب سمعة كواحد من أكثر الأعمال المطبوعة إثارة للقلق في العالم. إذا كنت شجاعاً كفاية، يمكنك زيارة جامعة ميسكاتونيك في ماساتشوست لفحص النسخة غير المختصرة من النيكرونوميكون. قصة اليتيم، رواية ملحمية تدور حول إسباني يتجه إلى الإمبراطورية الإسبانية في أمريكا الجنوبية باحثاً عن الثراء. كتبت بين عامي 1608 و 1615 بقلم مارتن دي ليون إي كارتينيس، وهو راهب خرق نذره المقدس. اللافت في هذه الرواية هو أنه لم يتم نشرها بالفعل حتى عام 2018، وكان من المفترض نشرها في عدة مناسبات مختلفة، لكن النشر فشل في كل مرة لأن المسؤولين عن النشر كانوا يموتون دائما في ظل ظروف غامضة. وهذه أكاديمية من البيرو اسمها باليندا باليسيوس أعادت اكتشاف المخطوطة المخبأة في عمق أرشيف المجتمع الإسباني في أمريكا عام 1965، وعندما بدأت العمل على الكتاب حذرها زملاؤها من اللعنة التي قيل إنها تطوف صفحات المخطوطة القديمة. وبينما لم تكثرت للأمر في البداية، إلا أن حماسها لم يبق كما هو بعد أن اطلعت على الوفيات غير العادية المتعلقة بقضية هذا الكتاب. وقد نتجت الوفيات عن حوادث سير مروعة وأمراض مفاجئة لا يمكن تفسيرها. وبالطبع زاد هذا من الإشاعات بأن الكتاب كان حقا مصابا بلعنة ما، فقد استغرق الأمر أكثر من 400 سنة لكي تتم أخيراً عملية النشر على يد شخص شجاع بما فيه الكفاية للإقدام على ذلك. كتاب السحر المقدس لإبرام لين الساحر، هو كتاب من 3 أجزاء من القرن 15 للفنون الباطنية، كتبه إبراهيم لابنه لهمك، وتم ترجمته للإنجليزية في عام 1900، ثم سرعان ما اشتهر بكونه ملعوناً. وقد اعتقد إبراهيم أن كل شخص لديه شيطانه الخاص والمميز. يمكن للقراء خلال هذا الكتاب تعلم الطقوس وجلب شياطينهم الشخصية تحت سيطرتهم. يمكنهم بعد ذلك تعلم القيام بأفعال خارقة باستخدام رموز للكلمات السحرية على شكل يشبه الشبكة. لكن لهذا الكتاب جانب سلبي كبير، فبحسب الاعتقاد كل شخص لديه نسخة من الكتاب ستطارده أرواح من عالم آخر، وسيواجه أيضا غضبا عظيما يؤدي في النهاية إلى وفاته. في عام 2017 باع بائع كتب عبر الإنترنت كتابين غامضين عن السحر مكتوبين بخط اليد مقابل أكثر من $13,000. وحين انتهت عملية البيع حذر البائع من أن أي شخص غير مؤمن يتلاعب بهذه الكتب سيجلب لعنة مميتة لنفسه. كتبت هذه التعاويذ من قبل كاهنة ذات شأن كبير من دين لويكا تدعى بيرسيفوني أدراستيا آيرن، وكان ذلك في أوائل الستينات. يعتقد أن آيرن أدارت اجتماعاتها الخاصة المتعلقة بالسحر، وكانت معروفة في منطقتها المحلية بأنها شخص يجب تجنبه. الكتابان عبارة عن إعادة صياغة لكتاب والدتها السحري، ويحتويان على مجموعات كبيرة من التعويذات والرقيات السحرية. وهناك أيضاً معلومات عن كيفية استدعاء الأرواح والشياطين والكينونات الدنيوية الأخرى، وكذلك كيفية تنفيذ عملية طرد الأرواح الشريرة. من غير المعروف إن كانت الآن حية أم ميتة، لكن الصفحات الأولى من كتبها تحذر القراء بوضوح لأولئك الذين ليسوا من الأعضاء. إن قراءة هذا الكتاب محرمة، لا تتقدم أكثر من هذا، وإلا ستقام عليك العدالة بسرعة بالعقاب الرهيب، وسوف تعاني بالتأكيد على يد الأعضاء. مخطوطة فوينيك، يعتقد أنها قد كتبت في وقت ما في أوائل القرن 15، تعرف بأنها من أكثر الكتب غموضاً في العالم. تمت كتابة هذا الكتاب المشفر المكون من 240 صفحة بالكامل بلغة مشفرة، كما أنها مليئة بالرسوم التوضيحية، لكنها لا تسلط أي ضوء على الغموض المحيط بها، وهي أشبه بشيء من أحلام تعاطي الأفيون. أول مالك معروف للكتاب كان خيميائياً اسمه جورج باريش،
لم يكن لدى باريش أي فكرة عن ماهية الكتاب أو حتى كيف أتى إلى مكتبته. تم امتلاكه لاحقاً من قبل سلسلة من الأباطرة وأعضاء مهمين آخرين في المجتمع. طبعاً هنالك مجموعة من النظريات التي تحيط بمخطوطة فوينك، فهنالك الكثير ممن يعتقدون أن النص جاء إلى الأرض من قبل الفضائيين، وأن فك رموز هذه المخطوطة سيطلق العنان للعنة ستقتل كل من يقرأها. مفتاح سليمان الأصغر هو كتاب سحر ملعون، مؤلفه الأصليون ليسوا معروفين، ويقال بأنه يتألف من نصوص جمعت في وقت ما في القرن السابع عشر. يضم الكتاب مقاطع حول كيفية استحضار الأرواح من الأموات أو الشياطين وكيفية التحكم بهذه الكائنات، مواضع باطنية مثل كيف تختفي وكيفية تحديد أماكن العناصر المفقودة أو المسروقة، وصفات لجرعات الحب والإقناع منتشرة أيضاً عبر الكتاب. وهذا بالتأكيد ليس كتاباً سترغب في امتلاكه، فقد ورد أنه ملعون لدرجة أنه سيحكم بالموت على أي شخص يحتفظ بنسخة منه على رفوف الكتب. وقد أبلغ الذين امتلكوا الكتاب عن أحداث غريبة كتحول الصفحات من تلقاء نفسها والكتب التي تحلق بعنف عبر الغرفة، همسات غريبة وكائنات ظل. يعتقد أيضاً أن امتلاك المفتاح الأصغر لسليمان يجلب حظاً كارثياً، ويقال بأن السبيل الوحيد لكسر لعنة الكتاب هو حرق الصفحات والتخلص من الرماد بشكل صحيح. كتاب الشيطان هو مجلد ثقيل يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر، ويزن هذا الكتاب ما يزيد عن 165 رطلاً، ويحتوي على الكثير من الطاقة السلبية. يعتقد أن هذا الكتاب كتبه راهب نكث بوعده الديني، حكم على الراهب لجريمته بالموت في القبر خلف جدار من الطوب. في الليلة التي سبقت وفاته بدأ الراهب بكتابة كل ما يعرفه عن التجربة الإنسانية في كتاب، وبإدراكه أنه لن يكون لديه الوقت لإنهائه استدعى لوسيفر وطلب منه إكمال المشروع مقابل روحه. ويزعم أن الشيطان أنهى الكتاب بعد ذلك، وهو يطفح بالطقوس المظلمة والصور وحتى الرسومات بقياس 19 بوصة للشيطان والعفاريت الأخرى. كتاب سويغا هو مقال لاتيني حول علم الشيطان الذي يعود تاريخه إلى أوائل القرن السادس عشر. توجد فقط نسختان معروفتان منه، إحداها كان يملكها الباحث جون دي الذي كرس حياته كلها لفك شفرته. تيقن دي أن الكتاب كان ممتلئاً بطقوس من الظلام والتعويذات، ومع ذلك كافح من أجل فك آخر 36 صفحة منه. بسبب هوسه وإحباطه استدعى دي الملاك الرئيسي يوريل لمساعدته في الترجمة. وفي حديثه عبر وسيط دي أوضح يوريل أن الكتاب جاء إلى الوجود عندما خرج آدم من الجنة، ولكن إن كنت تفكر في حسم القضية بنفسك فاحذر. وفقاً للأسطورة فإن أي شخص ينجح في فك شفرة الصفحات 36 النهائية يصبح مصيره الموت خلال سنتين ونصف. جحيم تومينو هي قصيدة ملعونة سيئة السمعة مكتوبة من قبل الكاتب الياباني يوموتا إينوهيكو، تم نشرها لأول مرة عام 1919 في كتاب يدعى القلب مثل حجر متدحرج. تدور القصيدة حول صبي يدعى تومينو الذي أصيب بالشعور بالذنب والحزن العميق عقب وفاة أخواته وأبيه. القصيدة مشبعة بالكثير من آلام الكاتب الشخصية ومعاناته، ويعتقد أن هذه الصفات تجلت في هيئة لعنة. وطبقا للأسطورة أي أحد يقرأ جحيم تومينو بصوت عال سيعاني من مصير مأساوي، على الأرجح الموت، ستكون روحه ملعونة إلى الأبد. وأخيرا كتاب السحر الكبير هو أكثر كتب السحر قدرة وخطورة في الوجود، وقد كتب في وقت ما في القرن السادس عشر من قبل رجل يفترض أنه كان مستحوذا من قبل الشيطان، لذلك غالبا ما يشار إليه بكتاب الشيطان. هذا الكتاب مليء بالتعاويذ المظلمة، ويمكنه تعليم قرائه كيفية استدعاء شياطين قوية وحتى ادعاءات بإحياء الموتى، لكن طبعا استخدام هذه القوى له ثمنه، فيقال إن أي شخص يقرأ كتاب السحر الكبير فإنه بذلك يقدم روحه للشيطان. ولهذا السبب فإن النص الأصلي يعتبر شديد الخطورة، وتم إخفاؤه بعيدا في مكان بين الأرشيف السري للفاتيكان. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟